الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. على المؤمن أن يسعى في استكمال شعب الإيمان، وكلما سعى في استكمال ذلك كان كامل، وكذلك أن يحذر من شعب النفاق، فإنه قد يكون العبد مؤمنا وفيه شعبة أو أكثر من شعب النفاق، والواجب على المسلم أن يتخلص كذلك من كل شعب النفاق ليكون مؤمنا خالصا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه أربعة صفات أخبر النبي بأنها من شعب النفاق، وأن المؤمن قد يكون فيه شعبة من هذه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعه. وأن من اجتمعت فيه كان منافقا، لا يمكن إلا أن يكون منافق القلب، فإن النفاق نفاقان: نفاق شعب ونفاق صفات، وقد تكون في بعض أهل الإيمان ونفاق اعتقاد خالص، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا كافر، وهو أشر من الكافر الأصلي المعلن لكفره. وقد جعل الله تبارك وتعالى المنافقين أشر عباد الله عذابا، كما قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. وفي الدرك الأسفل يعني في المنزل السفلى من النار، فهم تحت الكفار. وذلك أن المنافق اعتقادا إنما هو كافر ثم كذاب مدعي للإيمان وليس بمؤمن. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذا المخادع المنافق اعتقادا مخادع. أما من كانت فيه خصلة من خصال النفاق فقد يكون مؤمنا لكن فيه خصلة من هذه الخصال، ولذلك أمر المؤمن أن يتخلص من كل صفات أهل النفاق. هذه الصفات أو هذه الشعب النبي صدرها بالكذب. الكذب هو أكبر صفة من صفة المنافقين، قال النبي: إذا حدث كذب. والكذب كله حرام، الكذب كله حرام حتى في المزاح، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا ضامن من بيتي في روض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ولكنه يتعاظم بعضه عن بعض، فإن أعظم الكذب الكذب على الله، ثم الكذب على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. من كذب على الله كفر، يعني من قال قال الله كذا أو حكم الله بكذا وهو يكذب تكلم عن الله بالكذب فهذا كافر. وكذلك من كذب على رسوله صلوات الله وسلامه عليه وهو أعظم الكذب بعد الكذب على الله، وقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ومعنى فليتبوأ مقعده من النار فليأخذه فليستحقه، يعني يستحق من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ما لم يقل، أو قال إنه حكم بكذا أو حكم بكذا ولم يعني يقل هذا رسول الله،
فهو كاذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقول النبي إن كذبا عليه ليس ككذب على أحد، وذلك أن النبي مشرع، يشرع ويتكلم بأمر الله تبارك وتعالى. فمرد الكذب على النبي هو الكذب على الله، لأن النبي لا يتكلم من عند نفسه. ثم ناخل الكذب عن الرسول كذاب، هو كذلك مشارك، كما قال النبي من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكذابين. وذلك أن من كان كذب وافترى على الرسول ثم بعد ذلك أخذ رجل هذا الكذب وروجه ونشره فهو كذاب، مشترك معه، مشترك مع الكذاب الأول الذي افترى الكذب الأول. ولذلك يجب التثبت في كل ما ينقل عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا يدخل الإنسان في الكذب حتى من حيث لا يدري، فإنه إذا نقل كذبا على النبي فإنه مشارك فيها. ثم بعد ذلك الكذب على عباد الله تبارك وتعالى كذلك. ثم مما يعظم شأن الكذب أن يكون مكان الإنسان ليس مضطرا إليه، فإن الكذب قد يفعله يعني المضطر مثلا، كمن كان مدينا وبعد ذلك لاحقه دائنه فإنه قد يضطر إلى الكذب. لذلك لما سئل النبي يعني ما أكثر ما تستعيذ بالله من الدين، فقال صلى الله عليه وسلم إن المدين إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. وذلك أن المدين الغارم قد يحدث غارمة يقول والله انتظرني وأمهلني كذا وهو يعني كاذب في هذا، أو سيأتيني مال أو غير ذلك من المواعيد وهو كاذب في ذلك، قد يضطر. فهذا واحد مضطر لكنه أيضا كذب. لكن من لم يكن في ضرورة وكذب وهو في غير يعني مكانه لا يليق به الكذب فليكن أكبر شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة أصناف ذكر منهم النبي في هذه الثلاثة، قال وملك كذاب، وملك كذاب. وذلك أن الملك لا حاجة له إلى الكذب، فهو في وضع السلطان، وكن في وضع السلطان وضع القوة ثم يكذب يبقى هذا بقى كذبه مضاعف، غير من يكون في وضع الضعف ويكذب. الشاهد من كل هذا أن الكذب يتفاوت، يتفاوت في المكذوب عليه ويتفاوت في الكاذب نفسه. فالمكذوب عليه أعظم كذب، كذب على الله، ثم الكذب على رسوله، ثم الكذب في الدين على عباد الله تبارك وتعالى، ثم كذلك ممن يقع منه إذا وقع من الضعيف غير أن يقع من القوي. فالقوي المتمكن إذا كذب يصير كذبه أكبر من الضعيف كالمدين وغيره. هذا باب، هذه باب وهذه شعبة من شعب النفاق يحذر منها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال الكذب رأس الخطايا، رأس الخطايا، وين مفتاح الخطيئة؟ الكذب. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. كما أنه أيضا الصدق مفتاح كل خير، أي خير تريد أن تلجه بالصدق، إذا كنت صادقا فإن الله يفتح لك أبواب الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالكذب، فالصدق باب الخير، تريد أن يفتح الله تبارك وتعالى لك باب الخير فكن صادقا، كن صادقا في كل أمور، صدق مع الله، صدق مع النبي، صدق في الدين، صدق مع عباد الله تبارك وتعالى. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر، البر كلمة خير، البر بالألف واللام هي كل خير،
وإن البر يهدي إلى الجنة. فطريق الجنة هو طريق البر، أو طريق البر هو طريق الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. من يتحرى يعني خلاص يعرف هذا الكلام هو داخل في باب الصدق أم في باب الكذب. إذا كان في باب الكذب أو الشبهة يبتعد عنه حتى يكتب عند الله الصديقة. ومعنى أنه يكتب عند الله الصديقة خلاص، قال فلان ابن فلان الصديق، فيصبح هذه صفته عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، فيكتب عند الله الصديق. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وإذا كتب عند الله كذاب هذا أكبر شيء. الشاهد أن أول خصلة وأعلاها من خصال النفاق هي الكذب، كما بالضبط أعلى خصلة من خصال أهل الإيمان هي الصدق. إذا حدث كذب هذا أول خصلة للنفاق. استغفر الله يعرفكم كل ذنب فاستغفروا. نستكمل إن شاء الله بقية الخصال في خطبة آتية إن شاء الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نكون مع الصادقين، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين أهل الإيمان. نزلت هذه الآية في أبي في كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان من الذين خلفوا في غزوة تبوك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما رجع النبي بعد الغزوة، كانت غزوة شاقة، جاءه يعني الذين تخلفوا أكثرهم وكانوا من المنافقين فكذبوا، يعني أعطوا أعذار، يا رسول الله كنا معذورين استغفر لنا، وأعطوا أعذار للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي عذرهم وتركهم. ولكن كعب واثنين معه قالوا والله يا رسول الله، قال له ما كنت في يعني في غزوة تغزوها يعني أوفر يعني ومن هذه الغزوة. يقول والله ما ملكت راحلتين، وكنت أملك في هذه الغزوة راحلتين، ويعني أنه تأخر كسلا وأنه لم يكن له عذر في تأخره عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال له النبي الاثنين الذين يعني صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم خلاص انتظروا حتى يحكم الله تبارك وتعالى في شأنك. ولم ينزل حكم في شأنهم إلا بعد 50 ليلة. بقوا النبي نهاهم، نهى المسلمين أن يكلمهم أحد، ما أحد يكلمهم، حتى كانوا يسلمون على يعني على الشخص ما يرد عليهم السلام، لأن النبي نهى عن كلامهم هم الثلاثة. وكذلك أمرهم أن يعتذروا زوجاتهم، كل واحد يعتذر زوجته. وبقوا في حال شديدة 50 ليلة حتى يعني أنزل الله تبارك وتعالى قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذا يقول كعب بالصدق نجاني الله تبارك وتعالى، ولو كنت كذبت يعني على النبي وعذرا النبي لهلكت في من هلك، كنت هلكت في الذين هلكوا. وأخبر الله تبارك وتعالى بأنهم يعتذرون بالكذب، وقال الله تبارك وتعالى لرسوله يعني لا تسمع له، قال يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا
قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فرد الله تبارك وتعالى ليته يعني معذرتهم وأنها كانت معذرة كاذبة، وقبل الله تبارك وتعالى الصدق الصادقين وتاب عليهم سبحانه وتعالى. الصدق منجي في الدنيا والآخرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بالصدق وأن يلهمنا إياه في كل أقوالنا وأعمالنا. استغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر.